فريق، والكواليس الحقيقه دي مش هتشوفوها غير على قناتنا. الكواليس دي كانت النهارده كاميرا قناه الاهلي كانت هناك مع ابطالنا زي ما وعدناكم منذ البدايه. في البدايه قبل ما اروح لاي شيء خالص، قبل ما نروح لاي شيء او نتكلم في تفاصيل، بحب اشكر المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، وبشكر سياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس شركه مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، والكابتن اسلام الشاطر مدير تنفيذي شركه برزنتيشن لايف، والاستاذ ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي لما بذلوه من مجهود مضني من امبارح، مجهود مضني يمكن كمان من اول امبارح عشان نقدر ننقل لحضراتكم النهارده المباراه على الهواء مباشره. انا بشكرهم يعني الحقيقه بالنيابه عن نفسي، الحقيقه الجهد اللي شفته وتم في النهايه كل ده بالنجاح، وان احنا قدرنا ناخد المباراه على الهواء مباشره على شاشتنا. طبعا مش عايز اقول لكم، مش عايز اخش في تفاصيل حجم الجهد المبذول حتى حصولنا على شاره البث. وكمان مش هنسى ابدا اشكر الاستاذ عبد الخالق آل خميس من اداره قنوات دبي اللي شفنا منها كل تعاون وكل ترحاب بنقل قناه النادي الاهلي اعظم نادي في الكون لمباراه اليوم. بنشكر كل اللي حضراتكم يعني اللي انا قلت اساميهم، لان اكيد بذلوا مجهود كبير جدا النهارده، لانه انتم مش متخيلين قد ايه خد مجهود كبير ان احنا نقدر ناخد هذا اللقاء في وقت قصير جدا. طبعا كواليس دي ارجع ليها، كواليس دي وهم خارجين من الجيم وهم رايحين المطعم، ايهاب امين نجم الفريق مهيب، وراه طبعا عمرو زهران الناشئ، عمر عزب، كل لاعبتنا وراهم ابو النصر زي ما حضراتكم